الآن في ضيق الوقت أريد أن أذكر لكم وجها آخر في الجواب، وذلك أننا إذا تنزلنا عن استظهار المعاد الجسماني قلنا عدة أمور أخرى ما منحصر المسألة بالمعاد الجسماني أكيد، لأننا عرفنا أن الفاعل ليس هو الجسم، اللي هو الجسم. ففي هذا الجواب نقول شنو؟ أن الناس يحشرون، يحشرون ويتعارفون فيما بينهم. أنا أشوف الشيخ توفيق بهذا الشكل وهو يشوفني بهذا الشكل، العين والرأس. ولكنه ليس بمادة دنيوية بل بمادة مناسبة مع ذلك العالم. إذا نسبت للمادة الدنيوية احنا نسميها روح، وإذا نسبت إلى عالم التجريد الأعلى لا، هي مادة لأنها أكثف من ذلك وأخف من هذا، وبمعنى متشرعي هي مادة البرزخ أو حالة البرزخ. يكون البرزخ مستمرا، نفس العالم الذي يكون عليه بعد موته مباشرة يبقى إلى ما بعد حسابه وعقابه بنفس الجسم. آخر حينما عزرائيل جرى من قبل ذاك القصة التي تقول أنه أخذ بيدي عزرائيل شالي قالي أوه قصد بعدين أشوف جسم الميت هنا، هو واضح رأسه إيده في هذه ويمشي، ولكنه شنو؟ ولكنه جسمه ملقى على الأرض، أي أنه يمشي بجسم مثالي. كوكبي نبنى ليش مو كوكبي، على كل حال المهم هذا أو بلغة الأخرى برزخي، أي وسط ما بين العالم الأعلى المطلق والعالم الأدنى المطلق. ذاك عالم هو البرزخ، فيه مواد كثيرة منها ما يسمى بالبرزخ الذي هو قبل يوم القيامة، وكذلك يوم القيامة أيضا موجود برزخي، وهو مادة لكن ليس كالمادة الدنيوية، وإنما أراك غلطة من المادة الدنيوية، وصورته أيضا صورة شنو؟ صورة المادة الدنيوية، أي شيء نفسه. وأيضا يحفظ فيه الفاعل، لأن الفاعل أيضا ليس هو، وإنما أنا، أي الكيان المعنوي المطلق هو الفاعل وليس هو هذا. وبمعنى من المعاني أن ذاك الجسد الآن موجود، لأنه في الدنيا تجتمع كل العوالم، سبحان الله، عالم الناسوت وعالم الملكوت وعالم الجبروت وعالم اللاهوت كلها موجودة. عالم الناسوت الذي هو عالم الأجسام ليس هو فاعل، وإنما هو مطيع، والفاعل إنما هو العالمين الوسطين الذي هو عالم الملكوت الذي هذا جسم ملكوتي في الحقيقة برزخي، وعالم الجبروت الذي هو العقل الذي هو قائد لهذا الجسم ودي ويجيبه. وهذين العالمين إنما هو راكبين وقائدين للمادة، أي الجسم الدنيوي الذي هو اللحم والدم. فالفاعل الحقيقي إنما هو الفاعل الحقيقي يعني بمرتبة معتد بها إنما هو عالم الملكوت للإنسان وعالم الجبروت للإنسان، نفسه وعقله في الحقيقة هي الفاعل، وهو الذي يعاقب هناك ليس أكثر، وهو الذي يثاب هناك ليس أكثر. وهذا ليس يعني إنكارا للمعاد الجسماني، لا، هو جسم ولكنه ليس جسما دنيويا، وإنما جسم بالمقدار الذي يناسب عالمه. هذا